السلاله دي مميزاتها ايه بقى؟ لو انا مثلا عايز افتح مشروع، او شاب مثلا عايز اعمل مزرعه صغيره، اعمل ايه بقى؟ هي يمكن السلاله ديت لها ميزات كتيره. نسبه الانتاج بتاعتها ما شاء الله بتوصل ل 96 و95%، الحمد لله رب العالمين، ده متحقق فعلا. جودة البيضة في حجمها والقشرة بتاعتها بيكون زي ما انت شايف كده، القشرة بتاعتها جيدة، والتناسق في ما بين الأحجام، في تجانس ما بين أحجام البيض وبعضيها، بيبقى عشان كده دي من ميزاتها، خلاف كده ان هي يعني بتستهلك علف قليل، فديت وانت عارف العلف ده بيوصل 80% من التكلفة الكلية لطبق البيض، فعشان كده احنا ديت سلاله كويسه وحققنا نتائج كويسه الحمد لله. انت قلت لي قبل اللقاء حضرتك انك انتوا هنا بتوزعوا دجاج تربيه، صح؟ ايوه. اجراءاتها بيه، انا عايز احصل مثلا على 100 فرخه هنا او 100 دجاجه بياض. احنا بنطلع البداره عمر 100 يوم، على يعني بيبقى قدامها اسبوعين وتخش في العمليه الانتاجيه، واحنا بنطلعها كمان بالقسط، بيدفع المربي جاي مثلا بياخد 3000 4000، بيدفع نص المبلغ، والنص الثاني بيتقسط له على 8 شهور.